تتحول السماء فجأة إلى اللون البرتقالي. كل ما يمكنك رؤيته عندما تنظر للأعلى هو ملايين الفراشات. لقد حالفك الحظ لتشهد العرض الطبيعي المذهل، الهجرة السنوية للفراشات الملكية. في كل خريف، ومع قصر النهار وانخفاض درجات الحرارة في شمال شرق الولايات المتحدة وكندا، تغادر هذه المخلوقات الجميلة مناطق تكاثرها الصيفية. إنها تسافر لمسافة تصل إلى 4800 كيلومتر إلى المكسيك ولا تعود أبداً. تقع أرضها المثالية لقضاء الشتاء في أعلى الجبال. الملايين من الفراشات الملكية آمنة هناك في مظلة أشجار التنوب. بمجرد انتهاء فصل الشتاء، حان الوقت للعودة إلى الشمال. إنها تتوقف حول تكساس للتزاوج ووضع البيض على نباتات الصقلاب. وبعد أيام قليلة، يتحول هذا البيض إلى يرقات تتغذى على النبات حتى تتحول إلى فراشات بالغة. والآن، حان دورها لمواصلة الرحلة شمالاً حتى تجد أرضاً خصبة جديدة. بهذه الطريقة تستمر الأجيال في التغير في الطريق، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 5 أجيال للوصول إلى الوجهة النهائية في كندا. لا أحد يفهم تفسير هذا اللغز الطبيعي، فكيف تعيش الفراشات التي تسافر جنوباً لمدة تصل إلى 8 أشهر مسافرة مع التيارات الهوائية، الأنواع نفسها التي تعود تكمل دورة حياتها خلال 5 إلى 7 أسابيع؟ لا يزال العلماء لا يعرفون سبب هجرة الفراشات الملكية وكيف تجد طريقها. قد يكون ذلك مرتبطاً بازدهار نباتات الصقلاب، مصدر غذائها الأساسي. من المحتمل أنها تجد طريقها وفقاً لموقع الشمس. تعتبر الحيتان الحدباء أبطالاً حقيقيين عندما يتعلق الأمر بالهجرة والحجم بين الثدييات. إنها تقطع مسافة تصل إلى 8000 كيلومتر بعد تناول الغداء. في الصيف، تتحرك نحو القطبين إلى المياه الباردة، حيث يوجد الكثير من الكريل والأسماك الصغيرة. وفي الشتاء تتجه جنوباً باتجاه المياه الاستوائية لخط الاستواء، وتسافر أيضاً للتزاوج في مواقع محددة تجتمع فيها للقيام بذلك. خلال موسم التكاثر الشتوي، يمكنك سماع غناء ذكور الحيتان الحدباء، على الأرجح لجذب الإناث أو تحديد منطقتها. إنها تطلق سلسلة طويلة من النداءات، ويمكنها تكرار الأغنية نفسها لعدة ساعات. عندما تتغير الأغنية، يقوم جميع المطربين المهاجرين حالياً بالتقاط اللحن الجديد. إنه لأمر مدهش كيف يفعلون ذلك عندما تكون المسافة بين المجموعات أكثر من 4800 كيلومتر. تهاجر السلاحف البحرية لأسباب عاطفية أكثر. لمئات الملايين من السنوات، تعود هذه الكائنات اللطيفة إلى المكان المحدد الذي ولدت فيه لوضع بيضها. يمكن أن تغطي ما يصل إلى آلاف الأميال، غالباً عندما تتغير الفصول وتكون درجة حرارة المياه مريحة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لأن بعضها تسافر عبر المحيط الهادئ بين إندونيسيا والساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا، في مسافة تبلغ 16000 كيلومتر. ولكن كيف يمكن لتلك السلاحف العثور على المكان المحدد الذي تحتاج إليه إذا لم يتمكن أسلافها من إرسال علامة الموقع الجغرافي إليهم؟ اكتشف العلماء أنها تنتقل باستخدام الخطوط غير المرئية للمجال المغناطيسي للأرض، وتبين أن كل جزء من الخط الساحلي له خصائصه المغناطيسية الفريدة. تتذكر السلاحف موقعها وتسافر باستخدام بوصلتها الداخلية. يتغير المجال المغناطيسي ببطء ولكن بثبات، لذلك يتعين عليها تغيير مواقع وضع بيضها وفقاً لذلك. يولد سمك السلمون في مجاري المياه العذبة وينتقل إلى المحيط في سن صغيرة. سمك السلمون الأطلسي بني اللون ومنقط، حيث أنه يقطع مئات الأميال في المياه العذبة ويتحول إلى اللون الفضي في المحيط، حيث يسافر لمسافة تصل إلى 1000 ميل. يبقى سمك السلمون البالغ في المحيط لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات، ويتغذى في الغالب على العوالق الحيوانية. ثم حان الوقت للعودة إلى المياه العذبة لوضع البيض. وفي طريق عودته إلى مناطق التكاثر، عليه أن يسبح آلاف الأقدام عكس التيار في الجداول الجبلية. تسمى هذه الرحلة الصعبة سباق السلمون. إنه ينطلق في هذا السباق لأنه يعرف أن النهر الذي يتجه إليه سيكون جيداً لوضع البيض، وسوف يلتقي بالأنواع المناسبة للتزاوج. يتذكر سمك السلمون الصغير رائحة موطنه، وربما يلاحظ نقاطاً مختلفة على طول الطريق إلى المحيط للعثور عليه مرة أخرى. تماماً مثل السلاحف البحرية، فإنه يستخدم المجال المغناطيسي للأرض كبوصلة لرحلته. يعيش سمك سلمون المحيط الهادئ، ومعظم ذكور سمك السلمون الأطلسي
لبضعة أسابيع فقط بعد وضع البيض، وتعيش بعض إناث سمك السلمون الأطلسي وتهاجر مرة أخرى إلى المحيط. الوال المعروف باسم الرنة هو البطل الحقيقي عندما يتعلق الأمر بمسافة الهجرة بين الثدييات البرية. في كل ربيع تقطع تلك الحيوانات مسافة حوالي 644 كيلومتر في ألاسكا، من مناطق تغذيتها في الشتاء إلى مناطق تغذيتها في الصيف. تغطي الحيوانات المنفردة ما يصل إلى 4800 كيلومتر، لكن هجرة القطيع أكثر إثارة. يضم أكبر قطيع ما لا يقل عن 260 ألف فرد، وتغطي منطقة هجرته مساحة أكبر من مساحة كاليفورنيا. يضع العلماء أطواق تعقب لاسلكية على بعض أفراد القطيع ويلتقطون آلاف الصور لإحصائهم جميعاً، ويتم تنظيم هذا التعداد كل 3 سنوات في ظروف مناخية جيدة لمعرفة ما إذا كانت أعداد تلك الحيوانات في ارتفاع أو انخفاض، وتتبع أنماط هجرتها. ينمو الوعل وسط كل مشكلات الهجرة هذه لتربية صغاره حديثي الولادة بأمان، إذ يصل القطيع إلى مناطق نائية حيث لن تزعج النسور الذهبية والذئاب والدببة الرمادية الصغار خلال الأيام الأولى الأكثر ضعفا. هناك سبب مهم آخر للذهاب شمالا، وهو إنقاذ أنفسهم من البعوض، الأمر الذي قد يمثل مشكلة كبيرة في الأشهر الأعلى حرارة. بالإضافة إلى ذلك يمكن العثور على الأطعمة الموسمية الطازجة من المناطق التي يستقرون فيها، وتساعد هجرتهم على تسميد الأراضي التي يمرون بها، مما يعني أن التندار يجب أن تشكرهم على تجديد وحماية أراضيها العشبية. الحيوانات البرية والمعروفة أيضا باسم النو، وهم أقارب للظباء والغزلان، تقضي تلك الحيوانات معظم حياتها في سهول السيرنجيتي في جنوب شرق أفريقيا، وترعى في حقول السافانا العشبية. في كل عام في نهاية موسم الأمطار، عادة في مايو أو يونيو، تتجه الملايين من تلك الحيوانات إلى الشمال الغربي بحثا عن مراع أكثر خضرة، ثم تعود مرة أخرى. هذه الهجرة مذهلة للغاية، لدرجة أنها تعتبر واحدة من عجائب الدنيا 7 في العالم الطبيعي. للأسف لا تصل جميع حيوانات النو إلى وجهتها النهائية، حيث يتعين عليها عبور الأنهار المليئة بالتماسيح العملاقة والمرور بالأسود الجائعة وغيرها من الحيوانات المفترسة. إذا نظرت إلى طرق هجرة اليعسوب، فيمكنك تسمية تلك الحشرات بالرحالة الحقيقيين. اكتشف العلماء أحد هذه الطرق التي تمتد من الهند إلى جزر المالديف وسيشل وموزمبيق وأوغندا، والعودة مرة أخرى لمسافة 14 ألف كيلومتر على الأقل. إنها أطول هجرة للحشرات نعرفها حتى الآن. يبدو أنها تنطلق في هذه الرحلة الملحمية عندما تصل درجة الحرارة إلى علامة معينة، وتبدأ الأيام في التزايد لفترة أطول، ويبدو أنها تتبع هطول الأمطار، حيث تبدأ الهجرة خلال موسم الرياح الموسمية في الهند وتصل لموسم الأمطار في شرق وجنوب أفريقيا. لا تستطيع حشرة واحدة هشة إكمال الرحلة بأكملها، لذا تتحول إلى نوع من سباق تتابعي يشمل 4 أجيال من اليعسوب، كل جيل يلعب دوره في الرحلة. لا يستطيع العلماء وضع أجهزة تتبع لاسلكية على اليعسوب كما يفعلون مع الحيوانات الأخرى، لأن تلك الحشرات صغيرة جدا. لذا لحل لغز طريق الهجرة قاموا بتحليل 21 عاما من البيانات التي قدمها العلماء المتطوعون الذين يعيشون في أماكن هجرتها، وكذلك عينات من المتاحف، وكانت كل عينة تحتوي على رمز كيميائي يمكن أن يخبرنا تقريبا عن مصدر الحشرة. ساعدت هذه البيانات العلماء على فهم المسافة التي قطعتها هذه الحشرة أو تلك في عمر بلوغها. من المعروف أن الأفيال ظلت تهاجر عبر أفريقيا لعدة قرون. إنهم يعتمدون على ذاكرة قادة قطعانهم عندما يتعلق الأمر بتذكر طرق الهجرة الصعبة. يقود الفيل الكبير هذا الجميع إلى مصادر الطعام الطازج والماء عندما تتغير الفصول، كما أنها تهاجر لتجنب الخطر الذي يتمثل في الغالب في البشر. طورت الأفيال أساليب التواصل الخاصة بها لنقل المعلومات حول الخطر المحتمل، إذ تستخدم الإفرازات الكيميائية والاهتزازات والإيماءات واللمس. في الآونة الأخيرة قامت العديد من البلدان الأفريقية بإصلاح وترميم بعض أقدم طرق هجرة الأفيال. عادة ما تتجنب هذه الكائنات ذات الأذنين الكبيرتين المناطق الخطرة لأجيال، ولكن بمجرد أن تتعلم أن الطريق آمن تبدأ في استخدامه مرة أخرى.